السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا وأهلا بكم إلى موجة أخرى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. زلازل ومحن، زلازل ومحن، أو زلازل ومحن، ذكى عنوان وطن اسمه تونس، ووراء كل محنة هناك منحة. والزلزال، الزلزال حالة فرز، حالة فرز بين رجال وبين أنذال. الزلزال يذكرنا بالعهد المملوكي وشاعر القصر الذي يقول: لا تحسبوا أو ما زلزلت الأرض من كيد أريد بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. هكذا يقول الشاعر للحاكم بأمره. والزلزال يذكرنا بقوم وأناس عسس وحرس أذلة أمام الحاكم بأمره، لا يقولون لا، وعلى ألسنهم خفت نعم. والزلزال كذلك يذكرنا بكمال فريح الشاعر الذي استشهد في زلزال تركيا وسوريا، وتم إخراج جثته هو وعائلته. كتب منذ أيام يقول، وهل من معتبر، كتب يقول: أنفاس عمرك، أنفاس عمرك يا ابن آدم جوهرة، فاذكر بها الرحمن قبل الغرغرة، واعلم بأن الوقت يمضي مسرعا، إياك تقضي خيره بالثرثرة. مرحبا بكم وأهلا إلى موجة أخرى.